السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. خليني قبل ما أبدأ موضوع حلقتي أقول ألف مبروك للنادي الأهلي وهارد لك لنادي الزمالك. الفكرة إحنا عندنا مش مهم مين اللي كسب ومين اللي خسر، الفكرة إن إحنا كلنا واحد وواحد رب واحد. هنا ده مش عدوك، لا الزمالك عدوك ولا الأهلي عدوك، اللي عدوك الحقيقي هو اللي محتل أرضك، اللي محتل أرض سينا. أتمنى من ربنا إن إحنا نقدر نحررها، أتمنى من ربنا إن إحنا يكون عندنا الغيرة والعنف اللي بيحصل في الملاعب يكون على ارض فلسطين. خلينا نبدا موضوع حلقتي، وقبل ما ابداه ارحب بزميلتي استاذه هند. صباحك يا استاذه. صباح الخير يا استاذه ايه، منورانا. طبعا لازم ارحب بالمشاهدين الاول. طبعاً. صباح الخير، صباح الورد على الساده المشاهدين، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه. موضوع حلقتنا النهارده موضوع مختلف جدا، بجد موضوع مختلف جدا. هنتكلم فيه عن حاجه اسمها بديل الرخام. فعلا في حاجه اسمها بديل الرخام؟ معقوله احنا اول مره نسمع الموضوع ده؟ طب ايه مميزاتها؟ طب ايه اقدر استفيد ازاي منها؟ علشان كده الموضوع بتاعنا مش هيخص بس اي عريس او عروسه، لا ده هيخص كل فرد من افراد البيت. كل واحده مقبله على الزواج او كل عريس مقبل على الزواج هيستفاد بالعرض بتاعنا النهارده. طبعا انا زي حضراتكم مشتاقه جدا ان اعرف يعني ايه بديل الرخام. هسيب طبعا الموضوع دوت لضيفي العزيز استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. شكرا. استاذ احمد قبل ما نبدا اي حاجه عايزين من حضرتك تعرفنا بنفسك وتعرفنا على شركه حضرتك. تمام. انا احمد سمير النبوي من المنصوره. بشتغل في مجال الرخام من 2006 او 2007. شغل بديل الرخام تطوير للرخام. طبعا الرخام سعره عالي جدا، ده منتج كويس جدا، ده اللي خلانا ندخله ونتكلم فيه وندور عليه. ده الشغل ده شغال في دول الخليج من 6 سنين أو 7 سنين، لقيناه في كل مكان حاجة كويسة جدا، الفينش بتاعه عالي جدا، فدخلنا فيه. وإن شاء الله في خلال سنة أو اتنين هيبقى رقم واحد في أحدث تشطيب في مصر. دي مش تمام. طب شركة حضرتك نشأت إمتى أو أول ظهور ليها؟ بأول ظهور من سنتين. بالنسبة لبديل الرخام كان انتشار في السوق المصري من سنتين أو سنة ونص. بالنسبة للرخام من 2006-2007 احنا شغالين في مجال الرخام. بديل الرخام ليه سنة ونص أو سنتين ليه بدأ ينتشر في مصر. وكل اللي بيشتغل في مجال الديكور ومجال التشطيبات ده حاجة بالنسبة له جديدة جدا، حاجة أحدث صيحة في الديكور، كله مجتمع على كده لحد النهارده، مفيش اي مشكله ليه ولا اي عيب. تمام استاذه ايه، بس اطلب بس من الكنترول يظبطوا بس البلازما. اكيد طبعا. يظبطوها بس عشان البلازما واقفه. استاذ احمد انا كنت عايزه اعرف. تمام. يعني ايه بديل الرخام؟ جات لي كتير رسائل على الصفحه بتاعتنا لما طبعا اعلنت لحضرتك جايلنا، كلهم مستغربين يقولوا لي يا استاذه بديل الرخام ده مفيش حاجه اسمها بديل رخام، احنا نعرف مثلا في السيراميك بيبقى فيه فرز اول فرز تاني، هل في الرخام في نفس الدرجات ديت؟ بالنسبه للرخام انواع كتير جدا. تمام. في حاجه اسمها رخام وفي حاجه اسمها الجرانيت. الرخام ليه استخدامات والجرانيت ليه استخدامات. تمام. بديل الرخام استخداماته للديكورات، حوائط بتلزق على السيراميك وبتلزق على الرخام. وبيخش في القطاعات بتاعت الالموتال بتاعت المطابخ، بيخش في الدولاب في الشيت. وشغال دلوقتي واجهات. تمام. بنشتغل فيه واجهات تجليد على المحاره وبيشتغل تجليد على السيراميك. تمام. طيب الناس اللي هي تحب ان هي تعمل بديل بديل الرخام هم برضو عايزين يعرفوا ايه امكانياته. هل انا لو انا دلوقتي جبته في البيت هل لونه هيغير؟ الخامه ذات نفسها وبرضه إيه؟ عايزين نعرف استخدامات الرخام، اهم حاجه قبل ما نعرف البديل. هو الرخام لا غنى عنه في البيت المصري. كل بيت في مصر فيه رخام. صح. المقارنه بقى بين بديل الرخام. تمام. والرخام السعر. تمام. بديل الرخام بيوفر بالنسبه للرخام الطبيعي من 60-30% على حسب النوع. تمام. بديل الرخام بتوفر منه الموجود في مصر دلوقتي 24 شكل، واخد نفس الشكل بتاع الرخام ونفس الملمس بتاعه. اللمعه بتاعته براقه جدا، اعلى من الرخام. تمام. الفواصل بتاعته مش طب موجوده. طب ممكن بس فاصل دقيقه بس نرجع لك مره ثانيه؟ فاصل نرجع مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه ومع استاذ احمد وشركه الرخام.
استاذ احمد كنا بنسال قبل الفاصل عن بديل الرخام واستخداماته. الاستخدامات بتاعت بديل الرخام متعدده جدا. تمام. الاستخدامات ممكن مثلا البروفايل بتاع الشاشه، الخلفيه بتاعت الشاشه بالنسبه للشقق. وممكن لو حضرتك مثلا اشتريتي شقه والبلاط بتاع الحمام او بتاع المطبخ الشكل بتاعه مش عاجبك، يعني مش بغير المكان كله، لا بغير ممكن جزء واحد بس. تمام. على حسب الاستخدام استخدم ايه اكتر. مظبوط. والاستخدام بتاعه وانت في الشقه، وانت ساكنه في الشقه لو في مثلا اي شغل هيتعمل، احنا ما بناخدش وقت في المكان. مهما كانت الكميه ومهما كان اللي هيتعمل ما بناخدش وقت. الوقت مثلا احنا هنعمل الجداريه بتاعت الشاشه ساعه او ساعتين بالظبط خلصت. معقوله في الوقت القصير ده؟ مظبوط. بالنسبه مثلا للحمام ايا كان مساحته 4 ساعات. المطبخ نفس النظام، بتجلد على السيراميك على طول. او احنا مثلا هنغير السيراميك لو جينا نحسبها يعني. حلو جدا طبعا. لو جينا نحسب ان احنا هنكسر السيراميك ونغير عشان الشكل بتاعه، فبتخش في مكان تاني خالص، بتكسري وعايزه حد يشيله وعايزه حد يركب تاني، والمكان بيتبهدل جدا. ورمل واسمنت طبعا. بتتكون الفريق من كام شخص؟ 3 اشخاص. 3 بس؟ 3 اشخاص. وهيخلصوا في الوقت ده؟ في الوقت ده. هو الالواح المقاس بتاعها كويس، مفيش فيها فواصل كتير، فاللوح بيفرد مسطح 3 متر. فبيفرد المكان بسرعه. المساحه ايا كانت ما بتاخدش وقت. ودخولنا المكان ما بسببش اي ضرر، ولا في ازعاج، ولا في تكسير، ولا الكلام ده. على طول بيتلزق وبيتعمل. تمام. ومثلا في مثلا الرطوبه، المشكله اللي بتقابل الناس كلها. طبعا. تلاقي مثلا انت الجدار مدهون وتلاقي في مكان فيه رطوبه، مهما تعالجي فيه مفيش فيه مشكله، مفيش فيه حل. الحل بديل الرخام، لانه هو عازل جيد. احنا معنا شغل حضرتك حاليا بيتعرض على الشاشه، شغل بيسموه شغل جميل يعني. تمام. ممتاز. ده بصي حتى ده يعني حمام. ده كمان مش مقتصر بس على الحمامات. ده بروفايل برضو بتاع شاشه اهو. ايه مميزات بديل الرخام؟ مميزاته مقاوم للرطوبة. تمام. وعازل جيد للحرارة، منع لتسريب المية. الفواصل بتاعته، القطعية بتاعت اللوح نفسه ليزر كات، مفيش لحام، مفيش فاصل. صعب ان انت تطلع الفاصل بتاعه. الميزة فيه بقى الشكل، بيجمع شكل مع بعضه، نفس الرخام بالظبط. يعني ما بيكونش من شكل واحد بس، ممكن اعمل كذا شكل. طبعا. لا طبعا. واي تصميم مثلا المهندس عامله على ال 3 دي ماكس، هو مثلا عايز التصميم ده لاي جداريه او اي تصميم، بتنفذ ان شاء الله. بس في حاجه برضو يا استاذ احمد، انت حضرتك دلوقتي اتصلوا بحضرتك، تعالى احنا عايزين نعمل ده بديل الرخام. تمام. في بقى استنباط اشكال حضرتك انت بتوريها لل يعني في مشاكل اللي هي ايه، انت تعمل لها ديكور تقول لك لا مش عاجبني. تمام. اكيد في اشكال حضرتك بتوريها لها الاول. مظبوط. بتوريها لها بحيث انه يمشي مع ديكور الشقه مثلا. مش اي حاجه بتتعمل. معظم اللي بيكلمنا على البيج هو شايف صور كتير جدا، البيج عليه صور كتير جدا، التصميمات كتير. فهو بيشوف الصور بيعجبه حاجه معينه، بنعمل مقايسه عنده، بنروح نعمل معاينه الاول، ناخد المقاس، التصميم اللي عجبه بننفذه ونضيف عليه. ما بنعملش يعني ايه كوبي وبسط. كوبي بيست. لا احنا ما بنعملش كده، احنا برضه بنضيف. الرونق بقى والذوق بتاعكم بيبان. وبرضه احنا بنشوف المكان نفسه ايه اللي يمشي معاه. يعني احنا مش ان احنا مثلا بنشتغل وخلاص. تمام. لا احنا بنشوف المكان ايه اللي يناسبه. حلو طبعا. كتناسق الوان والخامه نفسها، ما بنيجي نلزقها كل مسطح ليه ماده في اللزق. يعني اللزق على السيراميك مختلف عن اللزق على الرخام، مختلف عن اللزق على الحيطه اللي مدهونه. مختلف عن الحيطه اللي هي اسمنت اللي هي المحاره. واللزق ده قوي او متين؟ يعني طبعًا. في لزق مع مرور الوقت والميه بيتشال. ما هو كل حاجه ليها ماده. واحنا بندور على الماده الافضل، هي مهما كانت مكلفه بالنسبه لنا، لان احنا سعر المتر موحد عندنا، فاحنا بنشوف الحاجه اللي تتعمل ما تعملش مشاكل، لان ده في الاول وفي الاخر في اسمنا احنا. لو احنا عملنا حاجه ليكي ومش طبعا. لو عملنا حاجه ليكي ومش كويسه احنا دمرنا نفسنا. فلغايه الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده الحمد لله مفيش اي مشكله في الشغل بتاعنا. الحمد لله. الحمد لله. انت اهم حاجه بيدور على الناحيه المصداقيه اكتر من الماده يا استاذه ايه. اكيد. في درجات للرخام؟ بديل الرخام. أو بديل الرخام. بديل الرخام طبعا في اشكال كتير جدا اللي موجود في مصر حاليا. لا هو في التقليد وفي الاصلي. في نوع زي كده ولا ما تلاقوش؟ لا مش زي التقليد. لا في
بس اللي بنزل مصر حاجه كويسه جدا. والخامات احنا بنعمل لها اختبارات قبل ما نشتغل بيها، يعني احنا مثلا حاجه هتركب في الحمام دي معرضه للميه وللكلور وللكلام دوت، فكل ده احنا عاملين له اختبار. لان احنا هنعمل حاجه وفيها مشكله هتعملها مشكله احنا، يعني لما نركب لك الحاجه وحصل فيها مشكله معاكي احنا اللي قدامك. فاحنا اي حاجه قبل ما بنركب لازم نعمل لها اختبار الاول، حتى الماده بتاعت اللزق. والفنيين اللي بيركبوا مش اي حد بيركب، مش اي حد نقول له اطلع ركب كذا، لا كل واحد معروف هو بيعمل ايه. كل طبعًا. واحد ليه اختصاصه طبعًا. مش اي حد اللي بيلزق مش زي اللي بيركب مش زي اي حد، كل واحد عارف كل واحد عارف وظيفته. مظبوط. بس ثلاثه يعني يقدروا يخلصوا في الوقت ده؟ ثلاثه واثنين كمان. طب حلو جدا. هو يعني الفكره في الموضوع الخبره بتاعته. وبعدين في حاجه بقى، انت ممكن انت مثلا عايزه تعملي ديكور عندك في البيت، ومثلا احنا قلنا لك السعر بالتركيب فلقيتيه غالي شويه، انت قارنتيه قلت ان هو غالي بالنسبه لسعر التركيب، فممكن انت تاخدي مننا الالواح واحنا معاكي خطوه بخطوه بنقول لك التركيب ازاي. عندنا على الصفحه فيديوهات طريقه التركيب بالسيليكون وطريقته بالماده على حسب المسطح. فكل كل مكان انت هتركبي عليه احنا نقول لك هتعمليه ازاي. وممكن برضو انت بترفعي المقاسات متر بس وتاخدي المقاسات وتقولي انا عايزه مقاس كذا وكذا وكذا، احنا نبعت لك المقاسات جاهزه على التركيب. يعني حضراتكم تشتغلوا في اي مكان؟ في اي مكان، اي محافظه. اي محافظه. تمام. احنا شغالين على مستوى الجمهوريه كلها. جميل. وان شاء الله ان شاء الله في فروع لينا بس تحت التجهيز. تمام. يعني حاليا مفيش غير فرع المنصوره. فرع المنصوره دلوقتي ده الرئيسي. انما احنا شغالين على مستوى مصر كلها. بس طبعا ده من وجهه نظرك ان بديل الرخام ده مهما كان تكلفته او مصاريفه ده هيوفر نسبه كبيره للشاب او الفتاه اللي هي داخله على الجواز. مزبوط. بمعنى ان انا مش هروح اجيب مثلا بالافات رخام، لا انا ممكن مثلا اجيب بثمن صغير بديل الرخام هو نفس الشكل والستايل، بل بالعكس ده هيديني منظر احلى. هو مقارنه بالرخام هو طبعا الرخام ما حدش يختلف على الشكل أكيد. بتاعه اكيد. بس الشغل ده اعلى في الشكل، وبعدين الالواح بتتحط جنب بعض بتعمل شكل. وكفايه ان هي امان، يعني برده مش هدفع فلوس وهرجع بعد كده اتصل بحضرتك اقول لك لا دي مش حلوه. انا عايزه مثلا حضرتك تيجي تظبطها لي، لا انت بتظبطها خلاص على الفينش النهائي. تمام. اكيد. طب برده يعني المشاهدين عايزين يعرفوا الفكره جات لك منين؟ يعني احنا قليل قوي ان احنا نسمع عن حاجه اسمها بديل الرخام. لا وبرده في هنا هند حاجه، يعني لو عصيره كب اي حاجه بتطلع على طول. تمام. اصل في رخام وفي حاجات كده بتتبقع. بالنسبه للرخام اي نوع رخام بيمسك في البقع. أيوة. اي نوع جرانيت فعلاً. اي نوع جرانيت ما بيمسكش في البقع، لذلك احنا بالنسبه للمطابخ بتاعه لما بنيجي نعمل لها مثلا رخام بنركب لها جرانيت مش رخام. في فرق بين الرخام وبين الجرانيت. تمام. فاحنا بنحط الماتيريال الخامه نفسها اللي هي تستحمل التقطيع بتاع السكينه، ما تبقعش، ما تشربش الزيوت، ما تسربش ميه. يعني هي مهما قطعت عليها او عملت حاجه عليها ما عادي. انا بتكلم بالنسبه للجرانيت الرخام والجرانيت، انما بديل الرخام القرصه بتاعت المطبخ اللي هي المسطح نفسه ما ينفعش يتعمل بديل رخام. تمام. احنا الشغل بتاع بديل الرخام في المطبخ حاليا الحوائط والدولف بتاعت المطبخ ممكن تتجلد منه، الجدار كامل يتجلد منه عادي مفيش فيه مشكله. انما ارضيات لا، لان في ناس شغاله في السوق بتقول ان هو بترجحه ارضيات، احنا بنقول لا ما ينفعش يعني أرضيات. بلاش ارضيات، هو شغله ده احنا كلام ده احنا مسؤولين عنه. تمام. حوائط بس. اي حاجه على الجدار تمام، واجهات تمام، لكن ما ينفعش ان هو بلاش أرض. بلاش ارضيه ليه مشاكل. طب والله حلو جدا الصراحه ديت اللي قدام الساده المشاهدين ان بلاش ارض حوائط. هو ارضيه لا، على الحوائط تمام في اي مكان ولا بيتاثر بالرطوبه ولا بالحراره. تمام. احنا معانا مداخله المهندس علاء. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ علاء؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ الحمد لله. باشمهندس احمد مع حضرتك يا فندم، اتفضل. استاذ علاء ازيك يا باشمهندس احمد؟ ازيك يا باشا، اخبارك ايه؟ حبيبي ازاي حالك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم. كلمنا بقى عن شركه الاستاذ احمد. الاستاذ احمد والله خدمني خدمه، انا كنت عندي المطبخ عايز يتعمل فيه شويه تجديدات، فانا كلمته قلت له كان عندي الوان من البلاط اللون الاحمر تقريبا، هو كان عرضه من شويه في البرنامج،
فللاسف قال لي بلاش تكسير وبلاش نكلف نفسنا، ممكن اجيب لك حاجه جديده بس نشوف هتعجبك ولا لا. فعمل لي بعض الفواتير وعمل لي بعض الشغل، بصراحه عجبني الموضوع جدا. فكرت ان انا اكسر برضه بعد ما قال لي فعلا يعني، بس للاسف هو ضحك عليا وخد مني فلوس بسيطه بعد ما كنت هتكلف كتير. ده ضحك عليك، ده المفروض اصلا تدي له هديه يعني. ده هو كده يعني الحمد لله. ده هو خدمني ليه؟ لان المشكله كلها ان الشقه عندي انا قاعد في الشقه، مقيم في الشقه فعلا، وعايز اعمل تجديد. فطبعا علشان اكسر لازم اضطر ان انا اسيب المكان واخرج بره. اكيد بتبقى بهدله طبعا للاسره، بهدله في البيت وحاجات كتير هتتبهدل لان الشقه مفروشه ونجف وحاجات. والله بصراحه الراجل ده خدمني خدمه عمري بصراحه. شكرا يا زعلان. واحنا بعد الحلقه هنقول تعالى خدمنا كمان. انا متشكر. لا 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 والله متشكر. وفعلا المنتج اللي جابهولي البديل للرخام منتج محترم جدا يعني بصراحه. عندي عملت شغل بيه وقلت له حتى نكمله، بفضل الله كملنا وعملنا شغل محترم الحمد لله بفضل الله. اظن ممكن يتعرض لو هو معاه سي دي او حاجه، ممكن يتعرض في البرنامج، شكله محترم جدا يعني ان شاء الله. حاجه بصراحه يعني تشرف ان شاء الله. واحنا كمان اتشرفنا بحضرتك يا استاذ علي. جزاك الله خير وكل سنه وحضرتك طيبين. وانا متشكر يا باشمهندس احمد على الخدمه اللي انت عملتها لي، وربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا زعلان. الله يكرمك. الله يكرمك. جزاك الله خير. متشكر. استاذ احمد برضو كان في سؤال جاء في دماغي، ان بديل الرخام يعني الفكره جات لك منين؟ اكيد قبل بديل الرخام كنت بتشتغل في حاجات تانية. تمام. احنا من 2006 او 2007 شغالين في مجال الرخام والجيراني. بالنسبه لبديل الرخام احنا متابعين بره مصر وجوه مصر. متابعين احدث شغل في الديكورات واحدث شغل بديل للرخام نزل مصر من حوالي 10 سنين، حاجه اسمها الرخام الصناعي اللي هو الكوريان. بس للاسف سعره غالي جدا. ده بيتعمل للمطابخ وبيتعمل للكوانترات بتاعه الاستقبال، بس سعره عالي جدا مقارنه بالرخام الطبيعي. فالناس بعدت عنه. فاحنا دايما متابعين الجديد. تمام. فده معمول بره. المنشات الحكوميه في ماليزيا وفي الصين كلها معموله من الخامه دي، بديل الرخام. تمام. وعندنا هنا في مصر في مستشفى 57 357 معمول الشغل ده، بس شركه من بره اللي جايه عاملاه. تمام. جميل. فطبعا جميل. مفيش اضمن من كده. مفيش حاجه بتخش 57 غير متعمله اختبارات طبعًا كامله، طبعا لان هي اصلا بتاعت اطفال، فكل حاجه طبعًا لازم يكون فيها. تمام. تقنيات عاليه. ده بقى احنا دايما متابعين الجديد. ما اي تطوير بالنسبه لمجال الرخام، هو الشغل ده تطوير للرخام. ما هوش مش ده بديل رخام مثلا ان هو لغى الرخام، لا، الرخام لغى عنه. ده مكمل ليه. ليه بقى؟ احنا مثلا هنعمل واجهه او هنعمل مدخل بتاع عماره، فعشان يتعمل رخام وجرانيت تخش في رقم. ده يخش ممكن في رقم مليون جنيه اصلا. طبعا رقم كبير جدا. بالنسبه للخامات اللي هي كويسه، يعني في خامات رديئه سعرها مقارنه ببديل الرخام هي اقل من بديل الرخام، بس خامات رديئه. بسال حضرتك برضو في الفكره دي، تفرق الخامه عن الخامه والاسعار برضو في نفس ال. تمام. الاسعار بتاعت بديل الرخام اسعار موحده. لان هو شيتات، الشيت 122 في 244 مقاس ستاندر، السمكه بتاعته 3 مللي. هو برضو ده من ضمن مميزاته الوزن بتاعه. بالنسبه للاحمال، المتر بتاع الرخام متر مربع، متر في متر، الوزن بتاعه تقريبا 60 كيلو. تمام. اللوح ده 122 في 244، الوزن بتاع اللوح كله يعني تقريبا 3 متر مسطح. وده بيفرق عن ده في الاسعار طبعا. مقارنه فظيعه. بس بالنسبه للاحمال كمان، الاماكن اللي الناس خايفه من الاحمال، الوزن اللوح كامل 18 كيلو اللي هو 3 متر. فهو بالنسبه للوزن مفيش وزن، اكيد حاجه خفيفه جدا. والميزه فيه ان هو بدارق اي عيوب، يعني مثلا اي جدار مهما كان فيه عيوب بيداريها. تركيبه سهل ولا تركيبه سهل جدا. واي مشكله في المكان، اي مشكله سواء الرطوبه او مثلا الجدار مثلا على الشارع وفي حراره، انت تشتكي دايما الجدار ده بيطلع حراره جامده في الصيف، ده لو اتعمل ده عازل للحراره. وعازل جدا موضوع الرطوبه ده. طبعا يا باشمهندس احنا عاوزين معانا. طب معلش ما انا مداخله نرجع للسؤال تاني. الو، معانا استاذه منار. الو، مساء النور. ممكن تعلي صوتك شويه يا استاذه؟ اعلي صوتك شويه يا استاذه منار. سامعاني كده كويس؟
يا ريت لو شويه كمان بس. تمام، مساء الخير الاول. مساء النور يا حبيبتي. منار مع حضرتك من شركه برايت بالمنصوره. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا، شرفتيني يا استاذه منار وشرفتي برنامج اسرار الحياه. ميرسي لذوق حضرتك. معاكي استاذ احمد. اهلا وسهلا منار. انا كنت حابه اعمل مداخله معاكم عن بديل الركاب. تحت امرك. انا بحيي حضرتك منتج شكله خيل بجد. متشكر جدا. بس كنت محتاجه اعرف الفرق، يعني هل هو بيطلع زي شكل الركام ولا يكون في فراغات مثلا بين الجدار؟ لا هو بالنسبه اتفضلي اتفضلي كملي. انا برضو السؤال الثاني عشان ما طولتش عليكم، الرخام على المدى الطويل انا بقدر ان انا بلعب تمام فبيرجع زي الاول، يكون في اللمعه اللي هو كانه البي في سي في الميتا دي ولا لا؟ تمام تمام يا استاذة منى. تمام يا استاذة منى. تاني برضو الفروق، الفروق اللي انا بركب فروق، انا بعمل الديزاين ولما بننفذ بيكون في فرق بين اللوح واللوح في التنفيذ ولا لا؟ تمام تمام يا استاذة منى، هجاوب على اسئلة. حاضر تمام. بالنسبة لأول حاجة بديل الرخام، اللمعة بتاعته ما بتطفيش، ما في ما بتأثرش بأي يعني مواد التنظيف والحاجات دي ما بتأثرش معاه. اللي بيأثر على الرخام الطبيعي مواد التنظيف ديت مع الوقت بتشيل اللمعة بتاعته. اللمعة بتطلع. برضه في النقطة دي أكيد مع الوقت هتشيل اللمعة. لا الخامة دي داخل في المواصفات بتاعتها، بس خليني أقول لك المواصفات بتاعت اللوح الأول. اللوح ده واخد طبقات، أول طبقة الأكليريك اللمعة بتاعته عالية جدا كأول طبقة، تاني طبقة اللي هو الفيلم اللي هو شكل الرخام. تالت طبقة داخل فيه كربونات الكالسيوم اللي هي بتخش في تركيبات الأسنان يدي للوح صلابة. الملمس بتاعه من بره لامع جدا مقاوم للخدوش، غير ان حد متعمد ان هو يبوظ المكان. يبوظه طبعا هيبوظ. والرخام الطبيعي كده. انت متعمدة ان انت تبوظ ده هتبوظ. هتبوظ اكيد. ايا كان هو ايه طالما في تعمد. بالنسبة للفواصل، القطعيات بتاعته ليزر كات، الفواصل مش موجودة. ولو في مكان فيه تقطعات كتير جدا بيبقى التقطعات بيبقى مثلا معمول رسم على على 3 دي ماكس، بيبقى مثلا فيها شكل مثلثات، فيها شكل اللي هي الرسومات العشوائيه. فاحنا بناخد على الفواصل ديت اكسسوار، اللي هو فيه اكسسوار ستيل بيبقى 2 سم و3 سم، في منه ذهبي وفي منه فضي وفي منه نحاس. هو العمود ده كده اللي بينزل في الفراغات. تمام. في من عمود كده بيبقى ذهبي وفضي بيسد الفراغات. قطعك معانا استاذه سمر مدخنه. الو استاذه سمر. صباح الخير. الناس كلها مش هتعرف ايه بديل الرخام. اتفضلي يا فندم معاكي. انا كنت عندي فيلا وكنت عايزه اعرف لو انا عايزه اعمل المداخل بتاعها ده ينفع لها، ينفع لحمام السباحه؟ تمام تمام يا استاذ. تمام. يعني انا عايزه اعمل دي تجاريك للحمام السباحه مكان الرخام ومكان السيراميك، ينفع ولا ما ينفعش؟ تمام، هرد على حضرتك. تمام، استاذ احمد هيرد على حضرتك يا فندم. استاذ سمر، بالنسبه للمداخل هو ما فيش فيه مشكله، احنا معانا فيديوهات هي بتتعرض على الشاشه لمداخل بتاعت عمارات. المدخل ده ده مدخل شقه اللي بتعرض ورايا على الشاشه ده. ده مش مدخل عماره، ده مدخل شقه. مكان التجليد الخشب وتجليد الرخام بتعمل الشكل ده. طبعا الشكل ده على الطبيعه خرافه. بالنسبه لحمام السباحه برضو دلوقتي لسه بنعمل اختبارات للخامه. عشان ده حمام سباحه. تمام. المايه ال 24 ساعه مزبوط. فيه. هو طبعا ان شاء الله في خلال ايام. تمام. هنقدر نقول ان ينفع في حمام سباحه ولا لا، لان احنا عارفين ان حمام السباحه مرتبط بثلاث انواع سيراميك بس، وبتلات الوان اللي هو اللبني والازرق والابيض. مفيش الوان تانية بتتعمل في حمام السباحه غير كده. طبعا. فالاشكال دي والصور والالواح ديت لو ان شاء الله ربنا كرمنا ونجحت في الاختبارات بتاعتها هتبقى اكتشاف بالنسبه لحمامات السباحه. تمام. كشكل. انما دلوقتي برضو انا ما اقدرش اقرر واقول نعمل في حمام السباحه. ان شاء الله في خلال ايام، بس الاختبارات احنا مدينا عينا معمل ان شاء الله في جامعه المنصوره. هما بس يردوا علينا يدونا الاوكي، لان حمام السباحه الكلور في الميه ده اساسي. جميل. بالنسبه للمطهرات، فاحنا بالنسبه للحمام احنا جربناه ان هو ايه في الغسيل الكلور يجي عليه، المواد بتاعه التنظيف ما فيش فيه مشكله اكيد، بس حمام السباحه برضو ما نقدرش نتكلم فيه. بس لو ربنا كرم ونفع
فحلو ده اكتشاف وبرضه يوفر كتير جدا. بص استاذ احمد، انا احسن حاجه عجباني في استاذ احمد صراحه الصراحه 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 يعني حضرتك يعني ممكن انت ما بتحبش الماديات، انت بتتكلم بصراحه يعني واحد زيك بقى بيهمه الماديات، اهم حاجه بس الماديات وان هو يركب وخلاص. لا طبعا يا فندم ينفع ويركب وتمام التمام ويمشي، بس طبعا هو اهم حاجه في كلام حضرتك لا غلط لا صح، لا غلط لا صح، يعني دي حاجه شاده يعني اشهدها لحضرتك. الله يكرمك. الله يكرمك. مظبوط. احنا في السوق ثروتنا سمعتنا، اكيد اكيد طبعا. الماديات ديت بعدين، والمكسب والكلام ده هيجيلك كتير جدا، ما تدورش عليه. طالما اسمك في السوق كويس ومحدش بيختلف عليكي، احنا الحمد لله في مجال الرخام لنا سنين كتيره قوي، محدش اختلف علينا الحمد لله. مواعيدنا مظبوطه جدا. يعني احنا مثلا ادينا ميعاد، يبقى يا قبل الميعاد يا في الميعاد. تمام. بالنسبه للخامات، الخامه مش هتبقى كويسه بنقول مش هنعمل. تمام. طب معلش بسرعه كده التواصل، لان ممكن التواصل معانا من خلال البيج بتاعنا على الفيسبوك ماجيك وبديل للرخام والاونيكس. وبالنسبه لرقم الموبايل والواتس 01010 هو موجود مش كاتبينه برضه؟ موجود على الشاشه عند حضراتكم اهوت 01010461982. تمام يا استاذ احمد. تمام. تشرفنا بحضرتك. الله يكرمك. حضرتك وحضرتك من الصناعيه المحترمه جدا. الله يخليك. اللي اهم عندها ارضاء العميل. ان شاء الله. اكيد طبعا. اكيد طبعا. ان شاء الله. وبكده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه.